3 2 1. انا مامة هذا الكائن. تمام. واقول ان انا بقول ان هو ولد. تمام. انها هتجيب انا هتجيب ولد. ماشي. او البيت. بس انا كنت عايز واد بس هو هيجيب بنت. ايش عرفك ايه رايكم يا حلوين؟ باين قوي ولا باين اكتر؟ ايه رايكم في الدرس بتاعي بجد بجد؟ قولوا لي رايكم بامانه في الكومنت. وانا طبعا طبعا هسيب لكم لينك ياسمين اللي عملت لي الدرس التحفه ده، بجد تسلم ايديكي عشان هو طلع زي ما انتم شايفين كده. فبعد كده يقولوا بقى ان هو ابوي صح؟ لا عادي، في حاجه هنا بينك برضه. والله امبارح نزلت اشتري القميص، كل ما اخش محل اقول له في قميص بينك. بص كان معايا. احنا بنشوف الناس كلها بتعمل تقليدي، والولد بيلبس بيبي بلو والبنت بتلبس بينك، فقلنا نبدل. مفيش حد دخلت له المحل الا لما عمال يضحك بينك يا منى تعالي بقى نبدل مع بعض، انا البس اللبني وهو يلبس البينك وكده. بس ما تنكرش ان هو حلو عليا. قمر 5 خماس. يلا بينا عشان الناس مستنيانا كلهم. يلا بقى كرشو باين ولا باين اكتر؟ باين صح؟ يا جماعه او ممكن تقولوا لمحمد ان معاه واحده حامل عشان هو مش فاهم انا هعمل ايه بجد يعني. سوبر مدغدغه. هاي مستعدين يا جماعه تعرفوا ان هو البيبي بجد؟ انا عن نفسي مش مستعد اللي بجد. بصوا هو انا جبت بتاعتي في الكومنتات قبل ما يشوف. ما انا قلت لهم والله. بص انا متحمسه قوي اعرف عشان انزل بقى اجيب الهدوم، هموت بقى وانزل اجيب الهدوم بقى بجد. اه والله محمد مستعد تعرف؟ مستعد بجد والله. طب مش هتجس نوع البيبي لما نوصل؟ ماشي. ثم نوصل انا ومحمد هنجس اول ناس جزه تشيك، هنقول لكم احنا حاسين انه ايه. وطبعا تعرفين انا كنت ايوه انا كنت هي الاولى. عارفين طبعا احساس الام دايما دايما ما بيخيبش، وانا شكلي الوحيده اللي هيخيب. انا عايز بصراحه. طيب يا جماعه نروح ونشوف الموضوع ده. فقدان؟ لا والله. تخيلوا بيقول عايز بوي عشان ايه؟ عشان يبقى فقدان اصلا. يجيب بقى مكنه صينيه لما يكبر ويطلع قدام. ويطلع قدام. طب يا جماعه لما نوصل انا مش عايزه اسمع الكلام ده. تمام؟ باذن الله كده ربنا يكرمه ويجيب توك. انا مش عايزه اسمع الكلام ده. اكتب عليه من خير ابويا. اسمعي بس مني. ولو بت بقى، لو بت مش عايزه. تطلع رقاصه بقى ولا ايه؟ يعني الولع يطلع فقدان. مش بتوع الحاجات دي. مين؟ لا تعالي انت يلا. بص انا عايزه بنت. انت مين الاول؟ انا انا هو هو اما يكبر هيشوف الفيديو ده. هو اما يكبر او هي اما تكبر هتشوف الفيديو ده. انا تيتا محمد. انا تيتا. انا تيتا. 1 2 3. يلا. ام محمد رجب. بنقصه. يا لهوي. انا عايزه هضحك بقى في المهم. انا عايزه بنت حلوه شبه عليها. انت متوقعه بنت؟ اسمعني. لو بنت شبهك لا انا مش عايزاها. عايزه ولد. مش هتتجوز لو شبه. اه ماشي. مش بقى المشاكل كلها تبقى فيها محمد رجب وعبد الرجب كفايه كده. يلا اللي بعد. ماشي. يلا زوز. اي حاجه حلوه. قالت بنوت كده. 1 بنوته. يلا زوز تعالي. انا تيتا علياء. تيتا علياء؟ اه. وبعدين؟ انا اي حاجه. كل انت متوقعه ايه؟ هو الاثنين حلوين. انت متوقعه ايه؟ انا بتمنى العلياء يعني في اول خلفتها تبقى بنت. اشمعنى يعني؟ حلوه زيها. وهقول لك بقى هو ليه ما حدش بيقول حلو شبهي؟ البنات بيبقوا رز. اه والله العظيم بيبقوا رز. ماشي. اللي اول خلفتها بنت دي ربنا بيدرس الكل. ماشي. مين الاول؟ على مين؟ اه انا خاله. تمام. خالي الواد او البت. بس انا كنت عايز واد بس هو هيجي بنت. ايش عرفك ايه؟ احساس. ماشي. ماشي. انت مرات مرات خاله. مرات خاله. وانا بصراحه متوقعه ان هي بنت يعني. تمام. هو مفيش حد متوقع ان هو ولد خالص؟ كلكم هتتغفلوا دلوقتي. ريح لوت بعد الحمل. لا والله. شبه القمر. اه صح. دي شايفه. انت مين؟ احنا عندنا محبه صحاب. احنا هوايه خلاص. هي اخت 15 سنه 17 سنه 10. تمام. انا غلطه وانا عارفه. اه صح. دي الوحيده اللي عارفه. هو زي ما انا كلمتي. ماشي. اه انا متوقعه ان هو ممكن ولد. اللي في ليه يلا توينز تعالي. فهي عليها نازله ومعاها 2 توينز حبيبه او بنت. بتمنى لعليا. انت متوقعه ايه؟ كنت بقول
هو اتغدوا دلوقتي قول قالوا بنت بنت تقولي بنت انا مع الجماعه انا مع الجماعه عموما ولد او بنت ربنا يديها يا رب اللي يرضيها وبصحة جيدة واهم حاجة تقوم بالسلامة باذن الله يقويها على اللي جاي كله باذن الله يرفع ايدك كده اولا يا جماعه تمام انا صاحبه صوته اللي ما بتعرفش تعمل محشي اللي فضحتني في الفيديوهات بتاعتنا لا ما قالتش اسم هي ما قالتش بس فضحتني مش عارف تعمل محشي وانا بتوقع عندي احساس ان هو ولد ان شاء الله اول حد يقول ولد وان شاء الله رزق واسع باذن الله هيكون ولد باذن الله وحياه سعيده باذن الله باذن الله بنستكلم انت مين انا نهال تمام انت تعرفني يعني ولا ايه ايوه نهال انا اللي ربيت علياء وانا هتربي النونو ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله النونو هيبقى ولد تمام بوي اور هي بوي بوي تمام يلا انا اتوقع ان هو انت مين الاول انا فاطمه تمام سويله ابن عم محمد ايوه تمام انا اتوقع انها هتجيب علي هتجيب ولد ماشي كده أربعة خمسة ولد وخمسة بنت يلا سلوم يلا سويلة ابن محمد محمد تمام اللي هو ابن خالي يعني ايوه ابن خاله يعني ابن عمي انت انا ابن عمتك أيوة. وانت ابن خالي وعلي هتجيب ولد كده ستة كده كام كده ستة ولد وخمسة بنت ماشي يلا ممكن نصبر انا هبه صاحبه علياء والميك اب ارتست بتاعتها واتوقع ان هي بنوتها ماشي يلا 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 انا غزاله صاحبه محمد وعلياء واتوقع ان هي بنوتها كده كتير بنوتها كده بقى انا سليم نور وعامل نونو برضه وعامل نونو اي حاجه ان شاء الله اتنين ولد وبنت يا انا خالته تمام وممكن اكون عمته قشطه يعني تمام ايوه الاثنين فعلا انا بقول ان هو ولد تمام ان شاء الله كده اثنين ولد واربعه بنت تلاتة ولد. تلاتة ولد ايوه تلاتة ولد واربعه بنت بنت ولد ماشي اللي بعد يلا طب بالنسبه للانكل اللي خد دخل وماشي صباح الخير انا نغم صاحبه علياء وتوقع ان شاء الله ان هو ولد بسم الله الرحمن الرحيم اللي جابها تونس يلا سلوم ماشي ده عشان مصلحتي انا ده معايا طيب انا اسلام بتقرب لي ايه طيب تمام اتوقع ان شاء الله ولد استعجل كده اربعة ولد واربعة بنت كده متعادلين انا ماما البيت انا ماما هذا الكائن تمام واقول ان انا اول ثلاث شهور كنت متوقع ان هو بنت يعني كنت متوقع ان هو بنت خد الحج لا انا كنت ولد فعلا انا ابوك او ابوكي بتوقع ابوكي انا بتوقع ان انت ولد لا قول لي تاني عشان بتكلمك انا ابوك او ابوكي بتوقع ان انت ولد وعندي احساس مش عارف 50% بنت ولا 50% ولد بس انا كان نفسك ولد هتطلع حبيبة باباها لا مش شرط مايا دلوقتي كلنا اتفاجئنا ان هي بنوتة وطبعا انا كأم فرحانة بالخبر ده لان يعني في حاجات كتير قوي مهمة هكلمكم فيها بعدين مش عارفة اقول ايه دلوقتي فاحنا هنشوف رأي العيلة في الموضوع ده انك يا حبيبه كنت عارفه ان هي بنوته وانت اللي ما كده لا انا كان لسه بنوته بجد لسه بنت عشان انت اصلا اخواتك جايبين ولاد فما صدقت
ليه يا هبه؟ كنت متوقعه؟ اه هبه كده. انا اكتر حد كنت عايزه بنت. طب ليه مالهم الولاد؟ العب معايا الولاد حلوين بس قولي لي انت ايه رايك في الموضوع ده؟ صراحه ان هي بنت شكلها وشبهك. لا ليه؟ انتي طلعت شبه محمد. ما هي مش محمد اهي. ايوه دي عندنا توتو نسخه من عادل ومحمد. حاسه ان الدنيا هيبقى نسخه. هتبقى حلوه. مالك؟ انت متاكده من ده؟ متاكده من ده؟ هتطلع قمر. هتطلع شبه يا جدعان صح؟ ادعوا بقى يا رب تطلع شبه. دول كانوا بيتوقعوا ايه؟ انا نسيت. ما عليا جميله. هتطلع قمر يا نور. منال قالت ولد. انا قلت ولد. نغم تعالي لو سمحت. طب هاتي المنال. ايه رايك في الموضوع ده؟ بما انك لسه اختك جايبه بنوته اه فانتي تقولي لي حاجه حلوه البنات ولا الولاد اكتر؟ طب ممكن ثواني؟ حبيبتي ثواني. حبيبتي هتطلع شبهي. ادعوا يا جماعه تطلع شبه ستها. لا شبهي انا بقى. حلو كب كيك. بس حلو بس في حد بيحب الاطفال. اه انت تحبيش الاطفال اصلا؟ ما بحبش. لا بتحبي. طيب شكرا شكرا جدا شكرا. ايه رايك يا هلا في ان هي بنوته؟ بما انك عندك احلى حاجه ان هي تطلع شكل لولو وزوز. احلى حاجه. ايه يا جماعه فضلت طلعت شبه محمد. طيب جدا. ايه رايك لو طلعت شبه محمد؟ وفكرتي محمد جميل. محمد جميل كمان شعره اصفر. ايوه هتطلع شبه. المهم ان امي بالسلامه يا لولو. ان شاء الله هتطلع شبه زوزو. ان شاء الله اهم حاجه. بصي يا لولو هو بما انك شبهي طيبه وجميله وقمر ونينه زوزو. زوزو طيبه هتطلع شبهي. هي هتطلع نكس ما بينكم. هي هتطلع شبه كل حاجه صح عشان انا شبهي في شيء اكتر. دي حقيقه احنا شبه بعض. شبهي اصلا. ايوه وريتال اصلا من يوم ما مبسوطه ان هي بنت بقى صح؟ اكتر واحده مبسوطه انا عايزه بنتي. تمام عشان تلعب معاكي. حلو ده. انت اللي هتربيها خلي بالك. وزي ما كنت بغير لك البامبر انت اللي هتغيري لها. لا مش الدرجه دي.